أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكون بخير. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا في البداية لا تنسى من اللايك والشير والسبسكرايب في القناة لأول مرة حضرتك تشوفنا. طبعا لما بنيجي ننام كلنا يا جماعة، ساعات بننام في المكيف في عز الصيف ودرجة الحرارة العالية اللي فاتت في الأيام اللي فاتت ديت، فبالتالي جسم الإنسان بيبقى بارد وهو نايم. فإذا كنت حضرتك مشغل المكيف وأنت نايم، فدرجة حرارة المكيف بتكون أبرد من درجة حرارة جسمك، وبالتالي جسمك بيصاب ببعض الأمراض زي تكسير العظام والبرد والكلام ده كله. علشان كده حطوا وضع في ريموت التكييف اسمه وضع سليم، موجود في بعض التكييفات وبعضها لا. اذا كان الوضع ده موجود عندك، فالوضع ده مثالي جدا تشغله، والمود ده مثالي جدا تشغله لما تيجي تنام، لان الوضع ده باختصار بيزود درجه حراره الغرفه من نص لدرجه كل ساعه، وبالتالي بيحافظ على جسمك معتدل في درجه الحراره بتاعته، وبيحميه من البروده والامراض اللي هي بتيجي اثناء النوم من خلال البروده. كمان الوضع ده بيوفر في الطاقه الكهربائيه، وزي ما اتكلمنا في فيديو قبل كده عن الانفرتر، اجيب تكييف انفرتر ولا تكييف عادي، اجيبه بارد سخن ولا بارد بس، الكلام ده كله. من مصلحه الكمبروسر بتاع التكييف عشان تزود العمر الافتراضي بتاع التكييف ان انا اعلي درجه حرارته واشغله عند 25 درجه، ما اشغلوش عند 16، لان عند 25 درجه في الحاله ديت الكمبروسر بياخد وقته عشان يقوم ويهدى يفصل ويشتغل وهكذا. اما عند درجه حراره 16 فالتكييف باستمرار شغال والكمبروسر باستمرار شغال عشان يبرد درجه حراره الغرفه، فبالتالي بيسحب طاقه كهربائيه اعلى وبيزود الاستهلاك. فاذا وضع النوم او السليب ده، وضع النوم الهانئ، بيستخدم ايضا في توفير الطاقه الكهربائيه، بالاضافه انه بيحافظ على جسمك من الامراض. لو حضرتك استفدت بمعلومه النهارده شير عشان احد يستفيد، ولاول مره حضرتك شفنا سبسكرايب في القناه. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.